معايا على الهاتف الآن تليفون مهم جدا مع الأستاذ إيهاب أو الدكتور إيهاب الكومي، الصديق الإعلامي المميز دوما وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. الدكتور إيهاب مشرف ومنور كالعادة. دايما يعني بكون سعيد بوجودي معاك، ودايما في تألق يا رب، ومن نجاح لنجاح ومكسر الدنيا دي. شرف ليا يا فندم. النهارده تشكيل جديد للجنه الانضباط على امل ان شاء الله اعاده الانضباط للرياضه او كره القدم المصريه بصفه خاصه. طمنا بقى الفتره اللي جايه هيعود الانضباط مره اخرى. يعني خليني برضو يعني ابدا في البدايه ان انا اوجه خالص الشكر والتقدير والتحيه للجنه الانضباط السابقه برئاسه المستشار محمد عبده صالح وكل الساده الاعضاء اللي كانوا موجودين من القضاه الاجلاء. قاموا بواجبهم على اكمل وجه طبعا في ظل ظروف كلنا شايفينها كريم. يعني الشارع الرياضي للاسف الشديد كنا في منعطف خطير جدا خلال الفتره الماضيه. لكن انا دايما بقول ان انا دايما براهن على ثقافتنا وبراهن على تربيتنا وعلى اخلاقنا، وان مصر كبيره جدا، وان شاء الله باذن الله احدث وما يحدث في الشارع الرياضي خلال هذه الفتره ان شاء الله يتم السيطره عليه، اما من خلال تعديل سلوكياتنا من نفسنا واعاده وعي القائمين على المنظومه الرياضيه والعاملين في المنظومه الرياضيه كامله. وزي ما بقول احنا عندنا حاجه من اثنين، اما تغيير او تفعيل القانون. وانا براهن ما زلت براهن على قانوننا وعلى ثقافتنا وعلى تربيتنا وعلى اخلاقنا، وان ممكن ان احنا نعدل ده كله من نفسنا. لكن كل واحد هيخرج عن اطار المألوف بكل تاكيد ان رب شرفنا بتشكيل جديد لجنه الانضباط، وباكد لحضرتك برضو ان هو تشكيل سليم 100%. يعني البعض شكك وقال ان هو لابد من دعوه الجمعيه العموميه، انا بقول لحضرتك تشكيل لجنه الانضباط يكون بالتعيين لحين العرض على اول جمعيه عموميه. ده وفقا لائحه النظام الاساسي. النهارده شرفنا بوجود قامات من رجال القضاء المصري المشهود لهم بالنزاهه وبالكفاءه، وطبعا القضاء دايما هو السند لكل انسان مصري. ان شاء الله هيكون هم اللي هيتولوا امور لجنه الانضباط والقيم والاخلاق داخل الاتحاد. النهارده كانت جلسه جميله جدا جمعتنا وشرفنا بوجودنا مع هؤلاء القضاة الافاضل، وتم الحديث بكل شيء. وباكد مرارا وتكرارا كما ان القاضي على منصه القضاء لا يسمح اطلاقا بالتدخل في اصدار الاحكام. اللجنه ايضا لا يمكن لاي انسان ولا يجرؤ اي انسان ومنهم مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم توجيه اللجنه في اي امر من الامور. هي لجنه مستقله تماما تربو بنفسها وبتاريخها الكبير جدا ان هي تكون يعني يصدر اي توجيهات. فان شاء الله باذن الله كامل الصلاحيات لهؤلاء القضاء الاجلاء في اعاده ضبط الامور داخل الساحه الكرويه في مصر. طيب عظيم جدا. كان في شكاوى مقدمه للجنه الانضباط السابقه اللجنه المستقيله، هل الشكاوى دي هترحل للجنه الجديده ولا الشكاوى دي كان لم تكن وخلاص لن ينظر فيها مع اللجنه الجديده؟ والله ممكن اقول يعني احنا ما اتكلمناش في دي النهارده، ولكن ده يعني تنبؤ مني انا شخصيا ان بكل تاكيد اي امور كانت معطله ولم ينظر فيها احكام من خلال اللجنه السابقه من الوارد جدا انها تحال الى اللجنه الجديده لبدء العمل فيها. دي هتكون رؤية المجلس، ما تكلمناش فيها بكل صراحة النهارده لأن كانت مجلس التعارف وإصدار القرار بتولي السادة الأفاضل أمور لجنة الانضباط، لكن ده كله هنتكلم فيه خلال الفترة القادمة جدا القادمة بإذن الله. عظيم جدا. عجبني جدا النهارده كمان اتحاد الكرة أصدر ما هو يخص عملية الانضباط الإعلامي بالنسبة للمسؤولين، لجنة الرصد الإعلامي بالنسبة للمسؤولين عن الكورة أو الأندية أو اللاعبين أو المدربين. عايز أفهم أكتر عن هذه اللجنة ودورها الفترة اللي جاية يا دكتور إيهاب من فضلك. طبعا أنت عارف يا كريم أن عندنا طبعا في الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام في ونقابة الإعلاميين، في برضو هيئة أو لجنة لرصد لما يصدر من خلال وسائل الاعلام المختلفه. واحنا كمان في اتحاد مصر لكرة القدم النهارده تم تكليف مجموعه من الاكفاء داخل مجلس اداره الاتحاد داخل عفوا اتحاد مصر لكرة القدم ان هم هيتولوا عمليه الرصد لكل من يخرج عن اطار المسموح به داخل مجال كره القدم، سواء
عاوز أأكد لحضرتك معلومة. اتفضل. أن كل من يعمل داخل إطار منظومة كرة القدم تنص لائحة النظام الأساسي في أحد بنودها أن مجالس الإدارات، أن المدربين، الإداريين، اللاعبين، الحكام، كل من يعمل وله صلة بكرة القدم يقع تحت طائلة التحويل إلى لجنة الانضباط، وبالتالي هذه اللجنة هتعمل على رصد كل من يخرج عن المأمون للأسف الشديد، يعني أو أنه يخرج عن الأخلاق الرياضية، حيتم رصده وتحويله إلى مجلس الإدارة تقرير كامل، ومن ثم مجلس الإدارة يسقط اللي هو يحوله إلى لجنة الانضباط. طيب. بضبط العملية داخل الساحة الرياضية. دكتور إيهاب، أنا أفهم مثلا لو لاعب أخطأ فبيتم مثلا إيقافه أو تغريمه، لو مدرب أخطأ بيتم إيقافه أو تغريمه، دي بفهمها وبنشوفها، لكن لو مسؤولين في أندية أخطأوا دي عقوبتهم بتبقى إيه في اللائحة؟ يعني إحنا ما نعرفش المسؤولين. طب لو اتحاد الكرة عايز يعاقب مسؤول في نادي هيعاقبه إزاي أو هيعمل له إيه؟ طيب هقول لحضرتك، هوصل للمرحلة الأخيرة واللي البعض يتساءل فيها، هل من سلطة الاتحاد المصري لكرة القدم شد عضو مجلس إدارة أو رئيس نادي؟ أقول لك لا، ليس من سلطة الاتحاد المصري لكرة القدم، هي سلطة مطلقة لوزير الشباب والرياضة، ووجود مخالفات، ولكن لجنة الانضباط واللائحة بتاعتها فيها يعني بعض العقوبات اللي توقع على مجالس الإدارات في الأندية، من الإيقاف عن حضور المباريات، منها التغريم المالي، منها الإيقاف، ومنها أيضا إذا كان الأمر جلل تحويل الأمر إلى وزير الشباب والرياضة لإصدار ما يرام. ففي اللائحة بتنص على العقوبات الخاصة بمثل هذه الأحوال. طيب الغرامات المالية، أنا بس عشان قبل عقوبة الشطب اللي يعني إيه هتبقى أقصى حاجة دي، يعني هنوصل لها في الآخر خالص، بس الغرامات المالية هل هي غرامات بسيطة ولا غرامات من الآخر يعني تزعل؟ يعني لو أنا مثلا جيت قلت والله غرامة على المسؤول ده نص مليون جنيه أو مليون جنيه، ولا بتبقى الغرامات اللي احنا عارفينها دي اللي هي بتاعت 10,000 أو 20,000 جنيه فهطلع أعمل اللي أنا عايزه مش مشكلة 10,000 20,000 جنيه؟ يعني هل الغرامات دي محددة بأرقام معينة ولا بحسب تقدير اللجنة؟ تقدير اللجنة، لكن يعني أنا شفت مرارة مثلا في 50,000 وفي 100,000 جنيه وخلافه، ودي برضه بتبقى منوطة باللجنة اللي تصدر فيها ما تشاء. لكن عاوز أأكد مرة ثانية على بداية سؤال حضرتك، إن الشطب ليس من سلطة لجنة الانضباط ولا سلطة الاتحاد المصري لكرة القدم، هي سلطة فقط لمعالي وزير الشباب والرياضة. ولكن كل ما نتمناه يا كريم، وأنت طبعا من اللي بنحترمهم كلنا في تناولك الاعلامي بمصداقيه وبموضوعيه، وبتدعو دايما الى وجود الاخلاق داخل الوسط الرياضي، ده اللي احنا بنتمناه. اشكرك. احنا اكبر من كده، بلدنا اكبر صح. من كده صح. مسؤولين او مجالس الادارات الانديه كلها ناس يعني نرضى بهم عن كده، ناس كلها صاحبه احترام، وناس كلها تعليم، وناس كلها عندها ثقافه ومن عائلات. فاحنا اللي انا بدعو له ان احنا يا جماعه بلدنا اكبر من كده، بلدنا محتاج ان احنا نتكاتف، بلدنا محتاج ان احنا نظهر صورتنا الطيبه وثقافتنا وحضارتنا اللي احنا نشرناها في العالم اجمع للدول المحيطه. مصر هي اللي حاسسه الاتحاد الافريقي، مصر الرائده في الشرق الاوسط وليس فقط في افريقيا او الوطن العربي. فان شاء الله باذن الله تعود الصوره الطيبه لمصرنا الغاليه من خلال ابناء الوسط الرياضي اللي انا ما زلت براهن عليهم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انا دايما بأشيد بالمنظومه الاعلاميه في الوقت الحالي لاتحاد الكره، يعني كل معلومه عايز اعرفها من اتحاد الكره بتطلع في بيانات رسميه، فانا كراجل بشتغل اعلام بلاقي كل المعلومات الممكنه او اقصى معلومات ممكن الاقيها تخرج من اتحاد الكره، بس في معلومه بصراحه يا دكتور ايهاب غايبه عني ومش عارف موقف اتحاد الكره فيها ايه، وهي بخصوص الثلاثه لاعبين اللي المفروض الزمالك يأيدهم في فترة الانتقالات الشتوية. اتحاد الكرة ما ادناش معلومة واضحة في هذا الأمر، هل هو في طي القيد أو هيقدر يقيد اللاعبين مش هيتأيدوا، الموضوع اتقفل، لا لسه مفتوح، مش عارفين أي حاجة، والموضوع هو مسار حديث إعلامي فقط، لكن البيانات الرسمية من اتحاد الكرة لم تصدر بخصوص هذا الشأن. طيب يعني الأول بشكرك شكرا جزيلا على إشادتك بالمنظومة الإعلامية وتطويرها في الاتحاد المصري لكرة القدم، وده يعني دي البداية، بنأمل إن شاء الله المزيد من التطوير خلال الفترة القادمة. مجموعة من الأصدقاء الأعزاء اللي بيعملوا على تطوير المنظومة الإعلامية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، ولما يشيد
المحترفين المحترمين بيهم، فدي شهاده تفوق اعناقنا جميعا. اشكرك يا فندم. فيما يخص موضوع قيد نادي الزمالك، يعني حينما في هذا الامر قرار بكل كره القدم. طب دكتور ايهاب معلش 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 لو دكتور ايهاب عذرا لا دكتور ايهاب سامعني طبعا دكتور ايهاب لو سامعني بس هنعيد تاني عشان كان الصوت راح شويه، ف من اول جمله لو نقدر بس نغير المكان عشان دي نقطه في منتهى الاهميه حضرتك عارف. يعني غالبا اتفضل. طب زي ما بقول لك حينما يصدر قرار فيما يخص موضوع قصه نادي الزمالك هنكون موجود بالتاكيد على صفحه الاتحاد الرسميه وهنكون اول من يعلن ذلك. طبعا اعلن من خلال نادي الزمالك وارسل للاتحاد المصري لكره القدم بشكوى عدم قيد لاعبيه، وبالتالي بيطالب من الاتحاد المصري ارسالها للاتحاد الدولي، واحنا بدورنا بكل تاكيد وبكل شفافيه ارسلناها للاتحاد الدولي ومنتظرين رد الاتحاد الدولي هو اللي هيكون الحكم في هذا الموضوع. اللي انا عاوز اكده كريم، نادي الزمالك نادي كبير، نادي عريق، سواء كان نادي الزمالك او النادي الاهلي فيوتشر وبيراميدز اللي بيشاركوا في الكونفدراليه وعند الاهلي جميع ترابطه الابطال، كل الانديه المصريه التي تشارك في الدوريات الافريقيه او القاريه نحن نقف وراءها بكل ما اوتينا من قوه. نادي الزمالك محدش يقدر ابدا يقف امام نادي الزمالك او النادي الاهلي او اي نادي مصري بيمثل مصر في المحافل الدوليه، لكن ما يعني ما شاب عمليه قيد اللاعبين كلنا شفنا اللي فيها، وبالتالي اصبح الاتحاد الدولي هو الحكم في هذا الموضوع. حينما يقرر الاتحاد الدولي شيء على الجميع ان يلتزم بقرار الاتحاد الدولي. هايل، يعني دلوقتي الموضوع كله برمته في يد الاتحاد الدولي لكره القدم، انا كده فاهم صح؟